كارلا، كارلا هي القصة. البنت الغريبة اللي حضرت لأول مرة بين عيلتها بطلب من بيها المريض، بدي يشوف الصبي، بده يموت قبل ما يشوفه، مش مرغوب فيها. كارلا جابت الصبي لأنه البابا بدي يشوفه. لا، وبوجه الهجوم الدفاعي مين رح يوقف بالمرصاد؟ هالبنت مش اختي، هيدي بنت حرام مكتوبة على اسم امها، بنت حرام. جذور، من الأحد للخميس 8:30 المساء على الـ LBCI والـ LDC.